السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في سلسلة توشيوات الشيف حليمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الدجاج مراف كتجي معها هكذا الفلفل، كتجي جد رائعة وكتجي لذيذة، ومرافقها مع هذا مع الرز كيف كتشوفوا مع الفلفل والبصل. وكنتمنى هذه الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا المقادير والمراحل ديال هذه الوصفة. نمروا المقادير ديال هذه الوصفه ديال الدجاج ديال الفران. الصراحه كيجي غزال بزاف ولذيذ لذيذ. كنحتاجوا هنايا واحد القطع ديال الدجاج قطعتها على هذا الشكل، دجاجه وحده من وزن فيها تقريبا واحد 2 كيلو غرام. المهم كيبقى على حسب الاسره، كل واحد ويدير على القياس ديالو. كنحتاجوا هنايا واحد ربع كوب من زيت الزيتون. كنحتاجوا هنايا انا هنايا عندي فلفله مع كبيره بحال ما هكذا، درت نصف ديالها خضره مقطعه رقيقه، ولا كانت عندكم نتوما الفلفله بحال ما هكذا صغيره ديروا وحده كامله. كنحتاجوا هنايا واحد 2 معلقات من بودره ديال هذا ديال عفوا ديال البصل، او اللي ما متوفراش عنده كيدير بصله بحال ما هكذا صغيره يبشرها. كنحتاجوا هنا معلقه صغيره من بودره الثوم. بالنسبه لهادو التوابل كنحتاج هنا معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من التحميره او البابريكا، الفلفل الاحمر، هنا 2 فصوص من الثوم. كنحتاجوا هنا نصف ملعقه صغيره من هذا اكليل الجبل الازير، والملح كيبقى حسب الذوق. نمروا للطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه. غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. غادي نضيف هنايا كيف كتشوفوا الفلفل بحال ما هكذا، غادي نضيف هذه بودره ديال البصل، او اللي ما عندهاش هذا كما قلت لكم سبق البصله هذه باودر، يعمل هذه البصله تكون بحال ما هكذا صغيره ويحكها مزيان تكون رقيقه كتشوفوا، واحد 2 معالق صغار. غادي ندير واحد المعلقه صغيره من الثوم بودره، حتى هو الا ما كانش عندكم كتكتفيو بالثوم هذا العادي طري. غادي ننزل هاد العناصر مباشره كاملين كتشوفوا، وحقا الهريسه ما ذكرتاش لكم معلقه صغيره ديال الهريسه. وبالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق، ديما نحاولوا ما نكتروش من الملحه. غادي نضيف هذا زيت ربع كوب من زيت الزيتون كتشوفوا هكذا، وغادي نمزج هاد العناصر جيدا حتى كتدخل ليا هاد المقادير كامله في هاد التتبيله في الدجاج. وبالنسبه دابا من هاد الفيديو هذا غادي نرد على واحد الاخوات بالنسبه لهذا الفيديو الاخير اللي نزلت ديال البغرير. الصراحه انا ما واحد 2 هادو اخوات كتبوا لي الصراحه التعليق ديالهم عجبني، زعما انتقدوا بواحد الطريقه مزيانه، لان انا ماشي هذه الوصفه انا ديما معتمده عندي، وماشي نزلت لكم واحد الوصفه لغير ناجحه، بالعكس انا ديما كتنجح معايا هذه الوصفه. عندي كما كتبت لي واحد السيده بالله ما كتعملش فيه البيض، وي انا عندي بالسميده بوحديتها ما كنديرش فيه البيض، وعندي هذه حتى هي اللي فيها البيض. صراحه كتجيني ديما 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 كتجيني الوصفه ناجحه 100%. المقله هي اللي الصراحه ما راه تقدر المقله بعض المرات تتخسر بحال ما هكذا، هي هو تقب ليا من الوسط، ولكن في الجناب كيف شفتوا ما تقبش ليا. انا الغلطه اللي درت ما كانش عليا ننزلو، انا زعما قلت انا القناه ديالي ناجحه 100%، واي واحد كيدخل زعما القناه ديالي كيجرب الوصفات ديالي وديما كيدعمني، وما عمرني شي واحد ما كتب ليا شي انتقاد ولا شي حاجه بالله مثلا دار الوصفه من الوصفات ديالي وما نجحاتش لي. انا الوصفات ديالي ناجحه ومميزه، ودخلوا القناه وغادي تشوفوا زعما بالله ما تنديرش شي وصفات غير ناجحه. وواحد الوحده اللي كتبت لي قالت لي شوهتي بالمغاربه، حشومه عليها تقول هذا الكلام هذا، علاش شوهت انا بالمغاربه؟ انا ما درتش جريمه مثلا بحال ما هكذا.
انا الغلط اللي درت ما كانش عليا ننزل الفيديو. بالنسبه لدخلوا القناه ديالي ديال هذا الشيف حليمه بوان كوم، هذا السيت ديالي، وغادي تشوفوا الوصفه كيفاش دايره، محطوطه نفس هذه الوصفه هذه وناجحه. زعما الانسان كيوقع في الغلط، ولكن ماشي كي مثلا تيكتب شي تعليق تيكون شويه بحال ما هكذا جارح. مثلا قالت لك درت بالمغاربه، شوهت بالمغاربه، حشومه تكتب هذا التعليق بحال ما هكذا لهذ الدرجه. انا الوصفات ديالي والقناه ديالي ناجحه 100%، وكنتمنى تشوفوا الوصفات الفيديوهات كاملين، وغادي وانتم غادي تشوفوا بلا ما انا زعما نكثر لكم بحال ما هكذا في الهضره. وشكرا بزاف اللي بالعكس اللي كينتقدوا، اللي هما اللي كيخليونا كنزيدوا القدام، ولا كنا درنا شي غلط زعما كنصلحوه. وشكرا لكم كاملين. دابا غنكمل معكم الوصفه كيف كتشوفوا، ملي غادي هذا نشرمل هاد القطع مزيان بحال ما هكذا، حتى كيدخلوا هاد التوابل في هاد الدجاج. غادي نحط واحد بحال ما هكذا واحد المول للفرن ديال الدجاج. غادي نضيف هاد القطع كيف كتشوفوا ديال الدجاج بحال ما هكذا، كتشوفوا غادي نصفها هكذا في هذا. وهاد التوابل هادو اللي بقاو ليا، هاد الفلفل غادي نضيفها من الفوق بحال ما هكذا، كيف كتشوفوا غادي نتقبو بحال ما هكذا من الفوق واحد شويه هكذا بالسكين، باش كيدخل فيه هذيك التتبيله يجينا لذيذ حتى من الداخل بحال ما هكذا. دابا غادي ندخلها الفران سميتو على درجه الحراره 180، وغادي نخليه حتى تيطيب مزيان كيقبط لينا داك اللون الذهبي. ونكمل معكم الوصفه. هو ملي كيبدا تيطيب الدجاج كيطلق لينا ديك المريقه ديالو الماء، ملي صافي كيطلق لينا عاوتاني نلقاوه بحال ما هكذا نقلبوه، كنلقاوه بحال ما هكذا الدجاج دخل فيه الطياب صافي طاب. صافي كنطلعوا الشبكه الفوق ونخليوه ياخذ لينا داك اللون الذهبي. دابا غادي نمروا الوصفه الثانيه. كيف كتشوفوا غادي نرافقوا بهذا الدجاج، هذا غادي نرافقوا بهذا الرز. هذا هنايا ضفت هذاك زلافه من الرز كيف كتشوفوا على هذا القياس هذا، وغادي نضيف عليه جوج زلايف زلاف من الرز، غادي نضيف جوج زليفات من الماء على المقياس ديال هذه الزليفه كيف كتشوفوا. غادي نضيف الاولى كيف كتشوفوا، ضفت زليفه الاولى ديال الماء والثانيه زلافه ديال الرز نفس المقدار اللي وريتكم ديال هاد الزلافه، ضفت معها جوج زليفات ديال الماء. وهذا بالنسبه للرز غسلته مزيان حتى يحيد منه هذاك النشا ديالو، وضفت القليل من هذا من الملح صافي. وغادي نقص عليه البوطه ونسد عليه ونخليه حتى تيطيب لينا هذا الرز، وكتولي لينا بحال ما كحبه حبه تاع الرز. كيف كتشوفوا بالنسبه لهذا ديال الرز اللي غادي نخلطوا معاه، هذه هنايا ضفت في هذا المقلات ضفت واحد نصف فلفل بحال ما هكذا خضر، ونصف فلفله بحال ما هكذا صفراء. تقدروا ديروا المزيج ديال الحمراء، ثلاثه الالوان الحمراء والخضراء وهذا والصفراء باش كتعطيكم واحد الالوان جميله. وضفت الملحه، ضفت واحد جوج معلقات كبار من زيت الزيتون، ضفت القليل من الفلفل الاسود او الابزار. وغادي نخلي هاد العناصر هادو حتى بحال ما هكذا كترخى ليا وتتشحر ليا مزيان. وتقدروا تضيفوا مع هاد العناصر هادو ضامه ديال البنه، كتبقى الاختيار ديالكم. انا غادي نخليه بحال ما هكذا مكتفي بالملح صافي. غادي نخلي هذه حتى تتشحر مزيان وتنزل، ونكمل معكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا بعد ما كيطيب لينا الرز، الصراحه كيف كتشوفوا كيشرب لينا داك هذاك الماء ديالو، كيجينا بحال ما هكذا الشيء كتجي حبه حبه ما كيجيناش بحال ما هكذا مجن. دابا غادي نتسنى على ما البصل وهذا الفلفل كيف كتشوفوا يترخى ليا،
يتشحر ليا مزيان، وغادي نضيف عليه هذا الروز ونكمل معكم ما تبقى من الروز. كيف كتشوفوا بعد ما تشحرات ليا هذا البصل والفلفل، مع انا ضفت فيه القليل من الروز، غادي نضيف الروز هذا كتشوفوا قياس اللي تبغيو، الا بغيتو تزيدوا في الكميه، الا بغيتو تنقصوا ماشي مشكل. كتشوفوا هكذا غادي ندمج هاد العناصر جيدا بحال ما هكذا، حتى يتخلط ليا هذا الروز هذا مع الفلفل والبصل. انا الروز هذا اللي درت الروز ديال البسماتي، ثم تقدروا ديروا الروز هذاك بلاصي العادي، كيبقى الاختيار ديالكم. كتشوفوا بحال ما هكذا انا غادي نبقى نشحر في هاد الروز حتى تدخل فيه التتبيله ديال هذا الفلفل وسميتو والبصل، ونكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا هذه هي المائده ديال العشاء او الغداء اللي رافقت هذا الدجاج هذا. كيف كتشوفوا كيجي الصراحه محمر ولذيذ بزاف بزاف بزاف، ومغاير على ديما الدجاج بحال ما كنديرو بحال ما كدا مدغمال، ولا كنديرو بشكل اخر. هذا كيجي تاهو بواحد الطريقه وواحد اللذه زعما جميله بزاف، رافقته مع هاد السلطه كيف كتشوفوا ديال هذه الخيار، الزيتون الاسود، الطماطم، هذا الفجل كيف كتشوفوا، الباربا والمايس، والروز هذا اللي قدمت لكم حتى هو. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي الصراحه جد رائع ولذيذ بزاف، وكتقدروا ترافقوه ملي حتى يطيب ويبرد هكذا شويه، تزيدوا عليه بحال ما هكذا التونه، وتزيدوا عليه المايس، ممكن كيبقى الاختيار ديالكم. انا كنفضلو بحال ما هكذا، كيجي بحال ما هكذا سلطه ساخنه، كيجي غزال بزاف. وكنقدموا مع الفريت انا عندي واحد الماكينه ما كنقليش بحال ما هكذا في الزيت، كتجي فيه الصراحه بحال ما هكذا ناشفه، باش كيجي صحي. وكنتمنى المائده ديال اليوم تعجبكم، وهذا الدجاج هذا يعجبكم بزاف وينال الرضا ديالكم. وكنتمنى هذه الوصفه هذه تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم، باش تعمل فائده على الجميع. وكنتمنى التعاليق ديالكم والدعم ديالكم هو اللي كيخليني باش ديما ننزل كل ما هو جديد من الوصفات. وكنشكر كل المتتبعين ديالي بالتعاليق ديالكم، اللي صراحه كتفرحني بزاف بزاف، وهي اللي كتزيدني القدام، وكت ديما تكليكيو على واحد الجرس كيكون تحت الفيديو باش يوصلكم كل جديد منا. هذا اي فيديو نزلته كيوصل ليكم، وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.